اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قبل ما تشتري. الفيديوهات دي احنا بنتكلم فيها عن البرفان قبل ما سيادتك تنزل تجيبه وانت مش عارف عنه اي حاجه في اي حاجه، وتلبس فيه في الاخر لبسه مغريه وتقول يا ريتني ما جبته ويا ريت اللي جرى مكان. فالنهارده هنتكلم عن برفان فيه عليه ضجه وفيه عليه هرج ومرج، يعني هنتكلم عن برفوم دي مارلي هيلد. ايه حكايه البرفان ده وايه الوضع فيه بالظبط، وهل انصحك انك تجيبه ولا لا ولا تبعد عنه؟ هنتكلم عن الكلام ده كله بالتفصيل في الدقائق الجايه، بس الاول يا ريت لو مش عامل سبسكرايب ترزعني واحده سبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها واعمل لها ريفيو، او في برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل او انصحك انك تجيب مين فيهم. دلوقتي برده الخنفاري بقى ليه ويب سايت اسمه سنيف فريجرانس، لان ده اسم القناه عندي بالانجلش. لو يعني مهتم تتفرج على الشانل بالانجلش ممكن تتفرج عليها، في لينك اليوتيوب بتاعها تحت. والويب سايت بيوصل حاجات للسعوديه والامارات فقط في الوقت الحالي في الوطن العربي، ولو انت عايش في بريطانيا او امريكا التوصيل ما فيهوش اي مشكله خالص، ممكن تطلب عادي. وبرده الخنفاري بقى على الانستجرام. بعيد عن المقدمه يلا بينا ندخل على هيرود برفوم دي مارلي هيرود. ايه بقى حكايه البرفان ده وايه الوضع فيه بالظبط وبتاخد ايه منه، يعني ايه الاكسبكتيشنز او ايه اللي تتوقعه من البرفان ده؟ انت بتاخد برفان من ماركه محترمه جدا، ماركه قدرت ان هي تعمل بالانس ان هي بتقدم برفانات نيش بجوده محترمه قوي، والبرفانات دي تبقى ماس ابيلينج، لان دايما معروف ان البرفانات النيش او يعني معظم البرفانات النيش ما بتبقاش الناس حباها بدرجه كبيره، لان يعني ايه بتبقى لاصحاب المزاج العالي قوي. يعني الناس اللي غاويه برفانات قوي هي اللي بتحب البرفانات النيش وبيبقى ليها ستايل كده معين مش كل الناس بتتقبله. فبرفوم دي مارلي قدروا ان هم يحققوا معادله صعبه قوي، ان هم بيقدموا لك الجوده بتاعت النيش، والبرفانات بتاعتهم بتبقى ماس ابيلينج جدا ومعظم الناس بتحبها. وهيرود من البرفانات اللي عليها جدال شويه، لان مش كل الناس بتحبه ومش كل الناس بتكرهه، وهو واقف في النص كده مش عارف يقرر هو فين بالظبط. نبتدي الاول بريحه البرفان ده. ريحه هيرود انت بتاخد منه ايه بالظبط؟ انت اول ما بتشم هيرود بتاخد من البرفان ده توباكو بيزد فريجرنس. البرفان مبني على اساس التوباكو، مخلوط فيه شويه فلفل اسود مطحون، تحس ان هو فلفل اسود لسه مطحون طازه كده، ومحطوط لك عليه شويه قرفه او سينمون. فالبرفان يعني تحس ان في طلعته الاولانيه او في الافتتاحيه بتاعته غشيم قوي 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 قوي. يعني انا بحب روائح التوباكو، بس البرفان ده هارش قوي، البرفان ده مزعج قوي في الاول. يعني اول رشتين ثلاثه دول بتحس ان انت يعني البرفان بيتخانق معاك، مش هادي خالص، طور هايج فلت من العلبه. فالبرفان يعني تحس ان الحصان اللي هم راسمينه على العلبه هرب منه، بس ده فقط في اول ساعه ونص الفوحان القوي بتاعه، بس بعد كده بيهدى. يعني الافتتاحيه الاولانيه بتاعته بتبقى صعبه شويه، بعد كده لما بيهدى شويه بتحس ان البرفان بقى محترم، بقى انيق كده في نفسه، بقى يعني ايه مهندم ومهذب وبقى هادي ورزين. البرفان بشكل عام بيجيب يعني بتحس ان هو attention grabbing او بيلفت الانتباه ليك. البرفان برضو اقدر اقول ان هو mass appealing، بس مش بنسبة 100%. mass appealing بمعنى ان هو معظم الناس بتحبه او عليه نسبة acceptance او نسبة يعني قبول كبيرة قوي، بس مش بنسبة 100%. مفيش حاجة عليها نسبة قبول 100% في الدنيا دي، وخصوصا البرفانات لان هي بتبقى اذواق شخصية. بس البرفان معدي نسبة 70% الناس بتحب البرفان ده، ولكن نسبة 30% ما بتحبوش، ده نسبة لا بأس بها. فقبل ما قرر ان انت تجيب البرفان ده بناء على ريحته او بناء على وصف الريحه، فانا انصحك ان انت تنزل تجربه كده وتشوف هل هيبقى مناسب لشخصيتك ولا لا، وحط في اعتبارك ان الافتتاحيه بتاعته من اغشم ما يكون، بالرغم ان البرفان جميل جدا والجوده بتاعته رائعه، بس الافتتاحيه غشيمه جدا. بمناسبه الجوده، جوده البرفان ده لا يعلى عليها، جوده محترمه جدا. برفوم دي مارلي ما بيهرجوش اطلاقا في حته الجوده. انت بتاخد برفان انت دافع فيه مبلغ محترم وبتاخد قدامها جوده. الاداء هنتكلم عنه بعد كده، بس الجوده جوده محترمه جدا، بتشم فعلا الجوده بتاعته عاليه وبتحسها وانت لابسه. نروح لحاجه تانية تعرفها عن البرفان ده قبل ما تقرر تجيبه، وهي الفيرساتيليتي او تعدديه استخدام البرفان ده. تستخدمه امتى وفين وازاي وايه مواقف استخدامه الامثل؟ يعني هو البرفان مرجح اكتر او يعني بتحس ان هو ميال اكتر ان هو يبقى برفان شتوي او برفان للاوقات البارده شويه، ولكن تقدر تستخدمه في الصيف مفيش مشكله، بس في المساء والسهره. يعني البرفان ده ايه للمساء والسهره، لما الدنيا تهدى شويه ولما الجو يبرد شويه، لان البرفان ده مش برفان ينفع يتحط في الصيف، ما ينفعش يتحط والشمس طالعه. البرفان ده ميال اكتر ان هو يبقى برفان ليلي مساء وسهره. فلو انت نازل مثلا عندك مقابله مع واحده، لو انت نازل تقابل اصحابك، لو انت نازل نزوله كاجوال بالليل او حتى فورمال، ممكن تحط البرفان ده، لان ريحه التوباكو بتدي له هيبه ووقار، والفلفل برده بيدي له دبس كده، بيدي له يعني عمق او دايمنشن تاني، والسينمون اللي فيه بيدي له الدفء والحنان. فالبرفان بشكل عام برفان جميل جدا لاوقات الليل والاستخدامات الليلية.
نروح لحاجة مهمة مع البرفانات ومع البرفان ده بالذات، وهو عامل اطراءات السيدات. ايه حكاية البرفان ده مع الستات، بيحبوه ولا لأ، وهل هيديلك اطراءات منهم ولا لأ؟ باختصار البرفان ده بيحبوه جدا، ولكن لما يهدى شوية. بمعنى لو انت نازل تقابل واحدة معادك مثلا الساعة 8، حط البرفان ده على الساعة 7 مثلا، يعني ما تبدرش، يعني ما تحطوش مثلا ايه 7:30 8 الا ربع، لا هتخنق نفسك وتخنقها وتفطس منك، ما ينفعش. البرفان ده حاول ان انت تلاقي الحاجز الزمني او النافذه الزمنيه كويسه قوي، تايم فريم كده، ان انت تحطه بحيث ان هو ياخد وقته ويهدى شويه ويطلع الحلو اللي فيه، لان زي ما قلت لك افتتاحيه البرفان ده غشيمه، بس بعد الافتتاحيه بتلاقي البرفان جميل جدا، بيجيب لك اطراءات بالهبل، بيجيب لك حتى اطراءات من الرجاله والستات، ما فيش اي مشكله. لو الناس حواليك بيقولوا لك فعلا انت ريحتك جميله، بيسالوك البرفان ده ايه، بتتناقش معاهم، بتحس ان فيه اهتمام فعلا، البرفان جميل جدا وريحته رائعه، وبتبقى واثق من نفسك وانت حاطط البرفان ده. فده من البرفانات اللي لو انت يعني عندك ميعاد ولا حاجه وتحطه، بتبقى واثق من نفسك ان انت رايح، هتبقى مالي مركزك، وهتبقى يعني راجل منمق ولابس كويس ومتشيك وريحتك كويسه، وهتبقى يعني ايه واخد بوست اوف كونفيدنس كده وانت رايح مشوارك. نروح بقى لنقطه مهمه مع البرفان ده، وهي نقطه الاداء. وهنا يعني هو انا مش هقدر اقول ان هو محبط في الاداء، لان هو البرفان اداؤه مش وحش، بس بالنسبه او بالمقارنه بالمبلغ اللي انت بتدفعه فيه، اقدر اقول ان كان الاداء يبقى ينفع اكتر من كده، او يعني متوقع ان هو يبقى احسن من كده. اداء البرفان ما تفهمنيش غلط، البرفان كويس، يعني البرفان اداؤه حلو، خصوصا الثبات. ثبات البرفان بيقعد فوق العشر ساعات مستريح، فالثبات مفيش ولا كلمه عليه، الثبات ممتاز. لكن مشكلتي معاه في الفواحان، فواحانه بيقعد ساعه ساعه ونص، وبعد كده بيختفي، وبيختفي بشكل صادن، يعني ايه مش جرادوال كده، او مش لينير، او مش بشكل تدريجي، ان هو بيبقى قوي قوي وبعد كده ايه يقل لغايه اخر اليوم. لا، الافتتاحيه بتاعته قويه قوي 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 في الاول، وبعد كده بتلاقيه فجاه مش موجود، يعني فجاه لزق في هدومك وخلاص. فاللي محتاج يعني محتاج ان انت ايه تقرب قوي من المصدر عشان تشمه. فاداء البرفان اقدر اقول ان هو مش وحش، بس غريب شويه او مش متوقع شويه. لكن من ناحيه الثبات، الثبات بتاعه محترم، ما اقدرش اقول عليه اي حاجه، فوق العشر ساعات يبقى 100 100 وزي الفل. ونروح لاخر حاجه مع البرفان ده، وهو سعره، وهل انصحك انك تجيبه ولا لا. سعر البرفان ده بيتراوح ال 75 مللي منه من 180 لغايه 200 210 دولار لل 75 مللي. فالبرفوم دي مارلي بشكل عام بينزلوا ب 75 مللي او 125 مللي. ال 75 مللي من 180 لغايه 200 210، ده طبعا على حسب انت عايش فين والكلام ده كله. فهل انصحك انك تجيبه ولا لا؟ البرفان ده هو يعني جميل جدا، انا بحبه جدا، بس هو مش المفضل بالنسبه لي، بالنسبه للبرفانات المبنيه على اساس التوباكو. يعني انا بحب توباكو فاني اكتر منه، وهقارن الاثنين ببعض يعني ان شاء الله في فيديو جاي، واقول لكم ايه بالتفصيل بالظبط ليه انا بحب توباكو فاني. بس بشكل عام البرفان ده محترم جدا، انا بحبه، بحترمه جدا جدا، وبنصحك مليون في المية ان انت تنزل تجربه، لان برفوم دي مارلي ماركة كويسة، ماركة تستحق التقدير والاحترام، وماركة تستاهل ان انت تحطها في دماغك. فيعني البرفان ده كويس قوي، ومش معنى ان هو مش المفضل بتاعي ان انا ما بحبوش ولا ما بنصحش حد بيه، لا بالعكس، ده ذوق انا الشخصي. انا بنصح الناس جدا بالبرفان ده، برفان محترم، برفان يعني الاداء بتاعه كويس، السعر يعني مقابل الاداء مش افضل حاجة، ولكن يعني اتوقع ان الجودة هتبقى كويسة، وهتبقى راضي جدا عن الحاجة اللي انت جبتها. فده رأيي الصريح في البرفان ده، يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رأيكم فيه، وهل الناس اللي عندها البرفان ده متفقة معايا ولا لا في الكلام اللي انا قلته، وتنصحوا الناس ان هم يجيبوه ولا لا.